كانت من الصعوبات بقى نبتدي ترجع ان احنا كان الوقت ضيق قوي ان احنا نبتدي نشتغل على النهائيات، فاحنا التحمل البدني عامل ازاي، وفي نفس الوقت الوقت قليل قوي ان احنا نحمل التحمل بدني مع قوه سرعه مع كره يد اللي هي الهاندبول يعني نفسها. فالموضوع يعني كان فيه شويه مشاكل، بس الحمد لله الاولاد قادرين، والحمد لله في خلال السبع او التسع ماتشات اللي فاتوا دولت ابتدينا نشتغل على نفسنا جامد، ابتدينا نطور من نفسنا في وقت مع كل ماتش في 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 زياده في التطور في الحمل البدني وفي الحمل وفي الاعداد سوري الاعداد البدني وفي التكتيك بتاع الاولاد والمهارات، كل الكلام دوت ابتدى يعلى الحمد لله واحده واحده. دورنا احنا ان احنا نخلي الموضوع دوت ماشي عادي، ماتش عادي في الاول والاخر بنفس النقط بنفس قيمه النقط، بس احنا بكره الفرق ان احنا بنلعب عن ماتش نهائي نهائي دوري، فيمكن ديت ان انت ازاي تشيل الولاد من تطلعهم من الحمل او من التفكير الزياده عن اللزوم، ان احنا نخليهم يبقى التركيز بتاعهم اكتر جوه الملعب. فهو دوت الحاجه اللي انا شغال عليها، ان احنا مش داخلين مشكله كبيره، احنا داخلين ماتش في الاول والاخر جيم في الاول والاخر هنلعب اللعبه بتاعنا، وان شاء الله عارفين نقط الضعف اللي هنبتدي نشتغل عليها وربنا يكرمنا ان شاء الله ونقدر نشتغل عليها صح. واجهتنا صعوبات في اول الموسم بس الحمد لله عديناها، خسرنا ماتش قبل كده بس الحمد لله قدرنا نعوض وقدرنا ان احنا نكسب نادي الزمالك في المواجهات المباشره في الدوري، والحمد لله يعني احنا مستعدين كويس ان شاء الله، وباذن الله المكسب لينا باذن الله، يعني احنا مستعدين كويس نستعد عشان ناخد الدوري. احنا معروف ان النادي الاهلي ما بيلعبش غير على الدوري بس، واحنا يعني تعبنا من اول الدوري مع كابتن خالد ومن فتره الاعداد بتاعته، وكابتن ميشو برده جه كمل، ومن ساعه فتره الامتحانات لما وقفتنا كنا بنتمرن برده في الامتحانات يعني ما حدش اثر فينا، ويعني رجعنا باقوى كمان يعني ما خسرناش ولا ماتش الحمد لله بعد ما رجعنا، واحنا دايما مستعدين. مباراه الزمالك بطوله لوحدها، فاحنا الدوري حاجه وماتش الزمالك بنعتبره حاجه لوحدها تانية بطوله كامله، فيعني من اول كابتن خالد فتح كان مسكنا كان عامل معانا شغل قوي، بعد كده كابتن ميشو جالنا، بس جالنا بعد فتره التوقف ديت، فتره التوقف دي كان عندنا ناس بقى ثانويه عامه كتير كانوا يعني مريحين كتير، ففتره ثانويه عامه ديت اثرت شويه، بس هم قدروا يقوموا بسرعه واحنا عاملين نتائج اول ما رجعنا عاملين نتائج كويسه ومخلصين نلعب فاينل من اول، كان ناقصنا لسه ماتشين واحنا ضامنين اللي احنا فاينل، وبس برضه بنلعب الماتشين دولت بندوس جامد لحد ما نوصل لماتش الزمالك، وان شاء الله نقدر نسعد الجماهير ودوري في الجزيره ان شاء الله. احنا مستعدناش لمباراه الزمالك بس، احنا استعدنا الدوري كله من اوله، كنا ناويين ان الدوري يرجع هنا تاني الجزيره عشان احنا اتغلبنا الموسم اللي فات في مباراه قويه ما بيننا وما بين نادي الزمالك، فاحنا كنا مستعدين للدوري ده وناويين اللي هو هيخلص ان شاء الله في الجزيره هنا بس، فاحنا استعدنا لكل الفرق ومن اول الدوري، والصعوبات طبعا اللي واجهتنا انك بتقابل فرق كلها محترمه. احنا كده صاعدين داخلين الفاينل، كان لسه في مشكله الناحيه الثانيه في المجموعه الثانيه مع الزمالك، كنا لسه مش عارفين مين اللي هيجي لنا في الفاينل، بس احنا كنا جاهزين ان احنا كده خلاص احنا في الفاينل، وكنا بنأسس بقى ان احنا مستنيين مين اللي هيجي لنا، بس كنا بنظبط شغلنا بعد فتره التوقف اللي احنا وقفناها. كابتن هشام ادانا تعليمات كتير جدا للماتش، اتكلمنا كتير في الماتش، عاملين له حساب كبير جدا. اهلا بحضراتكم من جديد. التقرير اللي فات محمود عبد العزيز لاعب الفريق قال النادي الاهلي ما بيلعبش غير على البطولات، متشكرين يا محمود. نفس اللغه اللي احنا بنتكلمها هنا هتلاقي نفس اللغه دي جوه النادي الاهلي مع كل اللاعبين. صدقوني النادي الاهلي ما بيعترفش غير بالمركز الاول، لا يتعامل بالقطعه، تمام. اكيد الرساله وصلت ان حتى مش كره القدم بس، الالعاب الجماعيه والالعاب الفرديه بيفكروا نفس التفكير.